اليوم الثالث من الحرب، 8 تشرين الأول من عام 1973. في هذا اليوم واصلت قواتنا تقدمها وطهرت كل الشاطئ الشرقي وحررت ببسالة مدينة القنطرة الشرق، كما استطاعت قوات الجيش المصري استعادة مناطق لسان بور توفيق والشط وجنوب البحيرة والإسماعيلية الشرق وجنوب بور فؤاد. وبينما كانت المعارك مندلعة في مناطق كثيرة في سيناء، فوجئ العدو بعملية مباغتة جريئة من القوات الخاصة التي تمكنت من إشعال النيران في حقول البترول بعد اشتباكات دامية في منطقة بلاعين، كما تم تحطيم وإغراق حفار كان العدو يستخدمه في عملية البحث والتنقيب عن البترول في المنطقة، وعادت القوات إلى قواعدها سالمة. وبعد هجوم متواصل من القوات المصرية في عدة معارك، نشرت صحافة اليوم التالي تكبد العدو خسائر ضخمة تمثلت في إسقاط 24 طائرة وتدمير 36 دبابة وعدد من المدرعات واستسلام مجموعة من الطيارين وأسر 45 إسرائيلية. هزت تلك الخسائر قيادة العدو. مع ذلك تحدث أبا إيبان وزير الخارجية الإسرائيلي بصلف وكبر في الأمم المتحدة بأن إسرائيل عاقدة العزم على دحر ما سماه العدوان المصري والسوري. أما في العالم العربي المنتفض فرحا بسبب الحرب على إسرائيل، فقد أعلن كل من المغرب والسودان والعراق إرسال قوته إلى الجبهتين المصرية والسورية، فيما أبقت المملكة العربية السعودية قواتها على أهبة الاستعداد. عالمياً عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعاً عاجلاً لمناقشة الحرب في الشرق الأوسط، فيما طالبت الولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأكبر لإسرائيل آنذاك بالعودة إلى خطوط 6 أكتوبر. وطلب الرئيس الأمريكي نيكسون من الرئيس السوفيتي بريجنيف تأييد جهود أمريكا لوقف القتال. كانت المواقف الأوروبية متغيرة، بعضها مؤيد لإسرائيل وبعضها الآخر يرى شرعية الحرب التي قامت بها مصر وسوريا، حيث أعلن وزير خارجية فرنسا في جرأة قائلاً: لا نلوم أناساً يريدون استرجاع أراضيهم. أما في الصحف المصرية فقد نقلت تقارير تتحدث عن رصد قوافل من طائرات الهليكوبتر الإسرائيلية تعمل على قدم وساق لنقل جرح العدو وقتلاه إلى مستشفيات بئر سبع وحيفا وتل أبيب والقدس. وفي رد فعل دولي على ما يجري على جبهات القتال، أشارت الصحف إلى أن مجلس الأمن سيجتمع بطلب عاجل من البيت الأبيض. لم يكن هناك صوت في مصر يعلو فوق صوت المعركة. دور السينما أغلقت تماماً بعد أن انتقلت مسرعة 3 وحدات سينمائية إلى الجبهة لتوثيق وتسجيل معركة الكرامة الكبرى التي اندلعت لطرد العدو وتحرير الأرض. أما على الجبهة فقد تصاعدت المواجهة وتساقط الإسرائيليون أمام الهجوم الكاسح للقوات المصرية، وتصاعدت حدة الحرب أكثر وأكثر مع قدوم اليوم الرابع من الحرب. يوم يخرج وشيطر وشخوشة